سويا البنات، والله العظيم الى اليوتيوب والله ما سهل. علاش اخدوني ما سهلش من الصباح وانا كنمنطر لكم في هذا الفيديو هذا. بغيت البنات هكا ندير لي تحميل باش نحطو لكم في القناه، باش في العشيه ان شاء الله نحطو ساليتو وباغا نخرج ويتمسح كامل البنات وعاودتو دابا كامل، ماشي مشكل فيها خير. السلام عليكم، كي دايرين صحباتي؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا فرحانين تكونوا ناشطين وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. فيديو البنات راح نديتو معكم من الصباح. اختي شكون بحالي البنات؟ تقول لي دنيا راه انا بحالك. العطله عباد الله، ماشي العطله، السبت والحد. الحد حنا نقولوا ديال الراحه، انا البنات ما كنرتاحش فيه. بحال البارح قلت غدا ديال الحد غنصبح ناعسه، كاين ما يدير، اش غادي ندير انا؟ نبقى غير نوض وهذا. اش درت؟ السبعه ديال الصباح لقاتني فايقه، اش غادي ندير دنيا؟ علاش فايقه مع السبعه؟ الله اعلم اختي، نعاس. قولي لي علاش فيقتي دنيا مع السبعه الصباح؟ ما كيبغيش يجيني صراحه النعاس، ما عرفتش علاش. ما خصنيش صراحه من نقول غندير غدا وغنفعل، حيت انا في هاد القضيه ملي كنقول غدا غنصبح وندير ونفعل وكنوض على السبعه الصباح كنضغ عينيا ما كنبقاش نسدو. صافي البنات، المهم راه فطرنا، فطرنا وسالينا، حيت البنات الماء كلشي جمعته في الكوزينه، تنجمع الكوزينه ثاني بوحدها. شطبت سته البنات داك التفاسيل ديال الخبز داكشي كامل اللي كتشوفوا حيدتو عليا هنايا. صافي عندي البنات ان شاء الله ما يدار اليوم، عندي شويه الروينه اليوم الحد. هاد الفيديو البنات راه اليوم جديد اختي، راه مباشره ان شاء الله غنحطو لكم في العشيه الا بغى الله، وغادي نطوي ان شاء الله بلاد شي حويجات. عندي شي حويجات تا هما ضروري خصهم يتطواو. خويت الحبل، خويت الحبل حيت عندي تا الصابون اليوم الحد البنات، عندي الصابون، عندي بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. غتشوفوا الفيديو، فيديو غيعجبكم اختي، الفيديوهات ديال الحداقه والطاقه الايجابيه اختي، وما كاين اختي لا شكاله بكا اختي. ها هو الفيديوهات اختي، غير فينا هو التفاعل، يا ربي غير يكون اختي التفاعل، هادشي اللي كنطلبوا من الله. الحبل باش ان شاء الله ندير، خويت الحبل باش نشرع عاوتاني الحوايج، حيت خاصني الحبل يكون خاوي باش نشرع عاوتاني. ايوا صافي اختي، هذا ما كان هذا البنات، هذا الشيء راه كنعيشوه حنا كلنا، راه كلنا كنديروا هذا الشيء هذا، فهمتوا؟ كلنا كنديروا هذا الشيء، كنصبنوا وكنعجنوا هذا، غير انا كما قلت لكم كنشارك معكم اليوميات ديالي اولا المحتوى ديالي في القناه. ايوا اختي الله يكبر بكم، شكرا لكم بزاف بزاف على كلامكم الطيب، على تعاليقكم الايجابيه، الحمد لله كلشي التعاليق ايجابيين. الله يكبر بكم والله، كيكونوا مرام راه شي تعاليق ولكن هذوك خليهم راه كنمسحهم. البنات كيقولوا دنيا وكتبقى تقولي لنا التعاليق وحنا ما كنشوفوا والو، عييت البنات ونقول لكم راه كنمسحهم، ولكن ما عرفتش علاش كاين شي وحدين واش بالعاني كيديروها ليا. انا ما كندويش عليكم البنات، كتقول لك لا ايوا زدتي فيه السيناريوهات هذا. شوفوا انا ما كنعرفش السيناريوهات، السيناريوهات ولا ما كنعرف حتى نطقها. هذوك السيناريوهات اللي كتقولي اختي، راه اليوتيوب دخلي ليه اول حاجه غيطلع لك السيناريوهات ديال بصح، والناس اللي كيدخلوا الفلوس ديال بصح. ما اختك دنيا راني مكافحه، وكاع الا درت شي سيناريو كاع وكذبت غادي تقولي مسكينه راه الظروف، ولكن عمرها غتكون ليا. الحمد لله كنكافح وكندير محتوى ديالي خاص بيا، ما كنجبد حد فيه. ما عمركم شفتوني جبدت شي تصويره ولا حط الباط على شي واحد في شي فيديو، الا هضرت كنهضر على حقي في شي حاجه ضرتني. عمري جبدت شي واحد في القناه ديالي قلت لكم دار ليا ولا فعل ليا، كنكون الحاجه ضرتني في قلبي كنكمدها. ونهار اللي كندوي على حقي بعض المرات كاين اللي كيقول لك لا حكا ردوات علينا، انا راه ما كندوي على حتى شي واحد في القناه ديالي، راه ما عمرني جبدت شي واحد في قناتي. ففين ما دويت على شي موضوع كيقول لك لا راه واقيلا علينا لا هذا. شوفوا انا الله يجازيكم بالخير، ما كندوي على حتى واحد، راه ملي كنكون كندوي راه من حقي ندوي على راسي، شي حاجه ضرتني، شي حاجه المتني، شي حاجه تخلعت وقعت لي شي حاجه، راه من حقي نهضر على راسي. راه كما كيقول لك الحق يعلى ولا يعلى عليه، راه ما يمكنش انا نتضرب شي حاجه ونبقى ساكته، هذه راه ما يمكنش وعمرها غتكون. راه ما يمكنليش البس اني نبقى ندير فيديوهات ونخاف لا حكا راه واحد اخر غينويني هضرت عليه، لا راه ما كندوي على حتى شي واحد، كندوي على راسي فقط. البنات فهموني، ما عليناش البنات. صافي جيت للكوزينه هي جمعتها شويه ودرت لها بواحد الشطيبه، حيت غادي نصبنا البنات ما بلا ما نصيق، حيت المهم حيت غنصبن حتى نصبن ونسالي تما نصيق، حيت عندي واحد التيو البنات هنايا مشكله. كيدير مشكله اللي عندي في التيو، كانت تقبل شويه الطوب وباقي ما بدلتوش، راه التيو جابت لي ديك المتبعه مسكينه، ولكن ما عرفتش كيفاش نركبه، والله ما عرفت، ما عرفتش كيفاش كيتركب البنات، ما عرفتش كيفاش ندير ليه داكشي، علاش باقي ما كيهود ليا. وعندي شي مشكله اخرى، حيت كلشي قال لي دنيا راه واقيلا تيو هو اللي كيكب الكلمه. ما عليناش، عندي حتى شي صابون غندوزو ان شاء الله اليوم، وفي العشيه راه غادي نديكم، المهم غنخرجكم ان شاء الله معايا في هذا لا فيديو هذا. نبدلو هكا شويه الجو البنات ديال الدار، ماشي ليا انا الصراحه البنتي، ماشي ليا. صافي هذا ما كان، والله العظيم كنبغي نقول شي حاجه وكنخاف
عارفين يا البنات والله كنبغي زعما نكون نسبق الاحداث ونقول شي حاجه وكنقول ناري وعندك ما تصدقش وعندك في الخانه وليك الدابه لا هما كنقول سكتي دنيا سكتي سبحان الله البنات والله كنقولها مع راسي كنقول دنيا ما كان كيقولوها المصريين انا ما تفزكش في امي فوله ما عرفت علاش كنبغي نعاود لكم كل شيء وكنبغي نقول لكم اي حاجه ما عليه ما البنات راه كيما كتقولي نتوما في التعاليق دنيا راه ماشي كلشي كيبغيك في اليوتيوب ولا واحد التعليق داك النهار مسكينه كتبت واحد المتبع قالت لي دنيا راه قالت لي انت راه بزاف قالت لي ما تبقيش تقولي راه كاع اللي كيتبعني راه كيبغيني قالت لك حنا كنتبعوك قالت لك نقولوا مثلا 100 واحد كيبغيك ولا 100000 واحد كيبغيك قالت لك ولكن دنيا راه كاينين 3 ولا 4 راه ما كيبغيوكش قالت لي خصك ديما تولي تعرفي هذا الشيء اللي كت فالله يكبر بكم خواتاتي والله راه الصراحه البنات راه اللي ما كيشكرش المتبع ديالو راه حيت نتوما فيكم كلشي راه بكم طالعين وكل ما كنتو شفتوه ما غاديش تكون القناه راه هانتي حطيتي فيديو مثلا شكون اللي غيتفرج فيك المتبع فراه تعرف ديما كنشكركم وهذا الله يفرحكم يا ربي صافي اخواتاتي جيت البنات لهاد هادو السربيسات ديال هادو كان مسح بيهم الطبله واحد كان مسح بيه لابابو واحد كان كل واحد عنده دور ديالو فهمتوا وبعد مرات عاوتاني كان مسح بواحد شي حاجه وكيعمر وكنعاود نجيب واحد اخر صافي اختي هذا ما كان ضربت لهم بواحد الفركه عطيه هذا الصابون هذا اللي قلت لكم كنت شريت نفعني بحال هادشي ديال الصابون حيت كيخرج صابون الحجره كيخرج البنات وعطي داكشي غتشوفوا في البيجامه ورا البرودوي حكيت الطواليت اعزكم الله عطي رديتها كتشعل بالبرودوي وتقاست ليا من اللور باقي مقيوس ليا ما شتوش صافي اختي المهم البنات راه ضربت لهم واحد الشيله الاولى والثانيه صافي البنات غادي نشرهم واخا ما كاينش الشمس ولكن الحراره انا كيدخل عندك الضو دابا في الكاميرا سبحان الله راه كيكون الكاميرا خداعه بزاف المتبعات ديالي جاو عندي للدار قال لي كتبان دار كبيره وكتبان الشمس وهذا زعما فهمتوا البنات راه ماشي بزاف راه غير دوك التقابيل المثقوبين ديال السقف هما اللي كيدخلوا منهم ايوا اختي هذا ما كان صافي شلتهم بهاد الشله الاولى والثانيه ضروري شوفوا هادو ديما كيتغسلوا ديما كنديرهم كيضرب فيهم داك البرد كينشفوا بالزربه صافي عاوتاني كنخدموا بهم البنات زويدين كينشفوا عاتي كتمسحي بهم كيهزوا الماء كيهزوا كلشي كينشفوا كيعجبوني انا هادو هادو البنات كيتباعوا في بيم ولكن انا ما عرفتش الثمن ديالهم شحال جمعت الكوزينه الحمد لله بعدا غنخرج دابا وانا مرتاحه الكوزينه كتشعل المعينات مغسولين كلشي مغسول البنات تشوفوا جوج الصينيات كانوا عندي البارح شي ضياف ايوا صافي هذا ما كان جبدتهم معن واخا استعملتهم اليوم للفطور وداكشي ولكن زعما جبدتهم من البلاكار البارح كيسان وداكشي لا بابا نقي كيشعل السربيتات اختي اللي صبنتها هما صافي وهاد المانطا البنات صبنتها البارح هي والاخرى ضربتها لها اختي بواحد الفركه صافي البنات بقاو ليا غير السبرديلات هما اللي كيدورو دابا السبرديلات ماشي مشكل غادي نزرب عليهم ان شاء الله باش نخرج صافي وهنا عاوتاني نشرت شي حوايج ديالي ها هما ها انتم صافي سيقت الطواليت اعزكم الله نقيتها عاد ما نعاودش لكم درت هذاك مستر بي واخا ماشي ديال الطواليت ولكن فركت الدنيا رجعت كتشعل غسلت الماعن درت هاد القصريه هنايا تسقطر الطبله مخرجه هنا لانها غتصايب الماء خاصها تبقى هنايا ايوا صافي اختي هذا مكان الدنيا راه سيقتها ضربت واحد الشيفة للدار كامله الكوزينه نقيه ها انتم غنوريكم داك الشيء قبل ما نخرج صافي طيب البنات غير شويه ديال اللوبيا الغدا ها هي في كوكوط غنتغداو ان شاء الله بها قبل ما نخرجوا اختي ناكلوا في الدار باش نبقاوش اختي الشريان الماكله الزنقه عاوتاني كتسمعي شي حوايج البنات ولاو كيوقعوا دابا التسممات وداك الشيء كتخلعي طيب البنات واحد الكوكوط طاع فاعله تركه ديال اللوبيا ها هي هنايا صراحه البنات حيت كنصور معكم ديما اللوبيا شي حاجه اللي مول فاش كنطيبها بزاف كنبغي نبارطاجيها معكم اما اللوبيا راه كلشي كيعرف ليها صافي اختي هذا ما كان هانتوما بقاو دابا غير السبرديلات كيدوروا درت الصبابط سبرديلات البانطوفات ديالي واحد صندرات الميكا حتى هي كنصبنها عرفتي كترجع كتشعل واخا بعد ما تروح حكم الشتاء غير حيت ما كتخرجش البنات للزنقه فهمتوا كنديرها كدور اما كنت كنخرجها للزنقه غنضربها لها بواحد الحكه ديال سميتو بالشتاء وهذا شوفوا البنات واحد الشقه حتى تخلعت شوفوا البنات الشقه اللي ولات عندي هنا شوفوا راه مسحت البنات هاد البلاصه راه مسحوحه وهذا الشيء ما عرفتش شناهو ما عرفتش والله وهنا البنات شي حوايج تاع جافيل دايرهم تما خصهم يترقدوا على خاطرهم ملي كنبغي ندير البنات جافيل كندير ليكات وليت اختي طبيعي الدولة وكيضروني وليت كندير ليكات صافي شنو خربيت نوريكم وقيلا صافي حطيت البانيو باش ملي تصبنوا ليا الصبابط والصبرديلات نديرهم في البانيو نمشي نشرهم ماوي غنشرهم نمشي نديرهم لهي نديرهم في هذيك البنات ديك البلاصه راه هي تما كنبقى نحط الصبرديلات وفين كنحط كلشي
دخل واحد الشميشه بعدا تفكر دخلت ودخل واحد الشميشه البنات ونخرج حاجهكم معايا البنات الزول فاش نكون خارجه صافي اختي. المهم غنخرج البنات ان شاء الله وغادي واقيلا ننهي معكم فيديو هنا في العشيه غادي نطيب ان شاء الله السفه جبدتها ها نتوما شوف بنتي مشهيه السفه ياك اختي بغات السفه فصافي جبدتها باش في العشيه من نرجعوا ان شاء الله من الخريجه نديروا السفه. كندير البنات هاد التريه ولا كندير كرام البنات؟ انا دابا التريه اللي عندي غنديرها واخا حتى كرام ما بقاتش بحال الاولى فهمتي دابا هاد الاخر كتعجل ما عرفتش علاش يلاه طاح اختي طاح. شوفوا راه كنتحمس البنات شي حاجه اللي كتعجب بنتي تاكلها كنفرح. جبت الزبيب جبته باش نصايب ليها حيت راكم عارفين كيجي معاه الزبيب. عندي اللوز حتى هو غنجبدو غادي نجبد البنات اللوز ها هو باش ان شاء الله في العشيه غادي واقيلا نقليها البنات ياكو نقليه ونطحنو شويه ونزوق به حتى هو اللوز عندي ها نتوما كيعجبك فيها اللوز كيعجبك فيها اللوز في سميتها السفه قالت لي ايوا اختي حتى العشيه المهم نخليوها حتى العشيه منين نجيو ربي صافي صحباتي وجينا خرجنا بحال هكذا جينا البنات المسجد الحسن الثاني عرفتي كيجيني البنات هو البلاصه اللي المتنفس ديالي انا وبنتي كنجلسو كنبقاو نشوفو في الناس هذا جاي هذا غادي ملي كنقنطو راه كنمشيو انا وبنتي كنشدو ترامواي واخا شويه صعيبه حيت انا من عندي للتراموي كيخصني نشد الطاكسي عادش كنشد الطاكسي عاوتاني للمدينه حيت ما يمكنش تمشيني شاليه عادش عاوتاني البنات كنشد الطاكسي من المدينه للمسجد الحسن الثاني هي كيخصها الفلوس صراحه كتخرجي ولكن فيها شويه خسران الفلوس غير في الترونسبور هو اللي اما الماكله البطاطا كناكلو في الدار عاوتاني في الرجعه نفس السيستيم كتخصك تشدي طاكسي من مسجد الحسن الثاني حتى لساحه الامم المتحده. المهم بنات كازا اللي غيفهموني ولكن اختي ملي كنجي لهاد المناظر الجميله وكنجي اختي لهاد المسجد اختي هاد المسجد التاريخي كنسى كلشي عرفتي البنات واحد الجو واعر 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 والدنيا نقيه ما شاء الله. جينا البنات تصورنا فوجنا هذه البنات شوفوا كتاخذي واحد النهار في الايام ديال الله مثلا نهار السبت ولا الحد كتفوجي فيه حيت السيمانه كلها وانتي الضغوط والقرايه المدرسه بزاف د الحوايج. هنا شوفوا المشهد البلاصه هذه كيتصوروا فيها الناس زوينه النافوره تصورت فيها البنات انا وبنتي كنوريكم البنات شوفوا شوفوا المعالم التاريخيه ما شاء الله. هذا راه قال اكبر مسجد في المغرب واكبر مسجد في الدار البيضاء وثاني اكبر مسجد في افريقيا زعما راه ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه شحال كبير ومعالم تاريخيه ومن الداخل البنات دخلت صراحه هذاك الشيء راه الخيال البنات والله يا الخيال بلادنا زوينه وما شاء الله المعالم التاريخيه شحال فنه. عرفتي اش غنقول لكم عرفتي راه الداخل راه كيفاش دايره ما شاء الله وداك الشيء بالسانسو راه عرفتي داك الشيء واعر داك الشيء واعر راه في تجايه ليها البنات فهمتوا غير انا ما كندخلش ديما دخلت لي واقيلا شي جوج المرات ولا ثلاثه ولكن هذاك الشيء واعر داك الشيء فن حمقني كتدخلي كتصلي تما وكل شيء تما وهانتو شوفوا البنات شوفوا ما شاء الله شوفوا شوفوا الدنيا شحال فنه وشحال غزاله شوف وزعما الناس كيجيو كيصوروا هنايا كاين شت الصحافه جاوا ما عرفت واش النصارى كيصوروا المهم شت ما شاء الله الناس كيجيو يصوروا هاد المعالم التاريخيه وهذا الشيء هذا كيفاش مخدوم وهذا الشيء على حقه وطريقه. وقلت علاش اختي نحرم خواتاتي من هذا الشيء حتى هما يشوفوا معايا كاين اللي ما عمرها جات زعما لكازا وكتبغي تشوف المسجد الحسن الثاني كاين اللي سمعت به كما حتى انا واحد الوقت كنت كنسمع به فهمتوا. شوفوا البنات هنا راه سادينو ما يمكنلكش تدخلي من هنايا الا بغيتي تدخلي كتدخلي من الجهه الاخرى ها نتوما عرفتي ما سخيت هذا الشيء فن البنات واعر نهار كان صراحه ما راه كيما شفتوا داك الشيء ولكن البنات ملي جيت وهذا نسيت شويه. شوفوا البنات شوفوا ما شاء الله شوفوا اش كيقولوا لي القبص كيفاش داير شوفوا البنات السانسور شوفوا داكشي اختي داكشي واعر داكشي داكشي خطير ها نتوما. انا راه كانوا كي دخلت البنات صراحه صليت تما حيت كان كيأذن العصر فدخلت صليت بقيت كنتسنى حيت قالك ما غيحلو حتى للربعة وملي حلو دخلنا البنات نصليو دخلنا بعدا البلاصه كاينه البلاصه ديال لودو كاينه كل بلاصه شوفوا شوفوا البنات الخشب شوفوا الخشب ما شاء الله شي كيحمق صراحه.